ما يبقاش البنك الفيدرالي على هذه الدرجه بالاستقلاليه والقدره على الانفراد بالقرار وبسبب التاثير المالي والنقدي على امريكا. ايه خطورتها المره دي ان داخل الاداره الامريكيه والرئيس يعني ايلون ماسك عاوز يلغي الفيدرالي الامريكي او أصلاً. يقلص الفيدرالي الامريكي وبعض اعضاء الكونجرس الامريكي عاوزين يلغوا الفيدرالي الامريكي. لان الفيدرالي الامريكي يا استاذ ابراهيم لو خسر استقلاليته هتلاقي دي موجه هتجتاح العالم كله واخد بالك. ومن ثم خطوره الموضوع ده ان السياسه هتتغلب على القرار للصرف. احيانا بيبقى رئيس البنك المركزي في اي دوله في العالم بيرفع اسعار الفايده. هذا ارتفاع اسعار الفايده علشان يسيطر على التضخم ربما لا يكون في صالح احنا بنحاول نستعيد الاشاره مره اخرى ولكن ونستعيد التحليل. معانا يا استاذ هشام؟ انا معاك سامعك بوضوح. انت بتقول لي لما بيحصل رئيس بنك المركزي بيرفع الفايده ده بيبقى